فرصه واحنا موجودين مع حضراتكم على الهواء. ما ينفعش يعني عندنا مباراه مهمه يوم 15/9 يوم الجمعه القادم، مباراه ببطوله، مباراه السوبر الافريقي، مباراه مهمه امام اتحاد العاصمه الجزائري. طبعا زي ما احنا عارفين ان النادي الاهلي هو بطل دوري ابطال افريقيا، اتحاد العاصمه الجزائري هو بطل كاس الكونفدراليه. المباراه هتكون في مدينه الطائف في ملعب مدينة الملك فهد. لو معانا صورة الملعب عايزين نستعرضها برضو يا شباب، يعني الملعب من الملاعب الجيدة. دي صورة الملعب اللي هتقام عليه المباراة، مباراة الأهلي أمام اتحاد العاصمة السوبر الأفريقي. الملعب ده بيسع إلى 20,000 متفرج، وبيدير اللقاء الحكم الجابوني بيير أتشو. يعني بيير أتشو هو حكم اللقاء الجابوني، هو اللي هيدير لقاء الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري. والمباراة هتكون إن شاء الله الساعة 9 في توقيت القاهرة، بتوقيت القاهرة. أسعار التذاكر كانت انطرحت الدفعة الأولى من التذاكر، وطبعا زي ما احنا عارفين إقبال كبير جدا من جمهور النادي الأهلي اللي هو دايما كلمة السر في كل لقاءات النادي الأهلي. سعر تذاكر المباراة، سعر تذكرة ذوي الهمم دي مجانا، معمولة في المباراة، ذوي الهمم هيدخلوا المباراة مجانا. سعر تذكرة فئة A1 15 ريال، A2 20 ريال، وفي تذاكر ب 100 ريال، في تذاكر ب 500 ريال، وفي الفي اي بي ب 1000 ريال. اكيد ان شاء الله النادي الاهلي استعد يعني استعداد جيد. الاستعداد الاول كان في النمسا، وشفنا استعداد جيد في معسكر النمسا، تخللوا لقاء امام احد فرق سلوفينيا وقدر يفوز النادي الاهلي بنتيجه 3-1. كل اللعيبه مستعده، كل اللعيبه بمعنويات إيجابية كبيرة. لكن دايما لما بنتكلم عن لقاءات الأهلي ومباريات الأهلي وبطولات الأهلي في المملكة العربية السعودية البلد الشقيق اللي بيمر بطفرة كبيرة جدا خاصة في الرياضة، بنتأكد أن التنظيم بيكون على أعلى مستوى. شفنا قبل كده كأس العالم للأندية لكرة اليد العام الماضي والإقبال الجماهيري الكبير جدا ودور جماهير النادي الأهلي. إن شاء الله متأكدين أيضا بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى ايضا ثم جماهير النادي الاهلي في مباراه 15/9 يوم الجمعه القادم، وايضا في كاس العالم للانديه. معانا على التليفون دلوقتي الاستاذ محمد شريف، رئيس رابطه مشجعي الاهلي في المملكه العربيه السعوديه. تحياتي ليك يا استاذ محمد، وتحياتي للكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت. السلام عليكم. السلام. ازيك يا استاذ محمد؟ منورنا على قناه الاهلي. الحمد لله، الحمد لله بخير. اهلا كابتن اسامه، مرحب بيك والكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت. مساء الخير على حضراتكم الجميع. طبعا فرصه وانت حضرتك موجود معانا على الهواء دلوقتي، عايزين نعرف بقى استعدادات رابطه مشجعي الاهلي في المملكه العربيه السعوديه واخر الاستعدادات علشان اللقاء المهم والمرتقب بين الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري. والله احنا اول الحمد لله اول ما عرفنا ان النادي الاهلي جاي لنا السعوديه ده كان عندنا عيد هنا في السعوديه. كويس. فبقى نتواصل على اساس نقدر نتحرك. احنا في الرياض، يعني يبعد الرياض عن الطائف 800 كيلو. فبدانا نتحرك على اساس ان احنا لازم نكون متواجدين في الماتش بمظهر وبشكل يليق بجمهور النادي الاهلي. تمام. معايا الاستاذ ابو عمر بدا يتواصل مع الاتحاد السعودي عشان نوفر التذاكر ونشوف التذاكر هيتم طرحها امتى، ونبدا نوفر في الحل للناس من الرياض اللي هي بتبعد 800 كيلو عن الطائف. من خلال التواصل بدانا مع الاتحاد السعودي ان احنا نتواصل مع شركه تسويق رياضي، ومن خلالها نقدر ننظم الترحال من المدن البعيده. يعني احنا عندنا ناس جايه من الدمام 1200 كيلو. هنطلع ان شاء الله من يوم الخميس، هيبدا الناس تتحرك من الخميس ومفاجر الجمعه. الحمد لله عملنا ترحال كويس جدا من الرياض، الدمام، جده، القصيم، خميس الشيخ وابها والمدينه. فجمهور الاهلي ان شاء الله هيزين الملعب يوم الجمعه، هيزين الملعب كامل. التذاكر امبارح نزلت في خلال 10 دقائق، كانت الدفعه الاولى تقريبا منتهيه. 10 دقائق، اقل من 10 دقائق، يعني مثالي ده اسرع ممكن حجز التذاكر في الدنيا كلها. ولسه على حسب كلام الاتحاد السعودي ان شاء الله هيتم طرح كميه كبيره ثانيه خلال يومين الجايين ان شاء الله. ان شاء الله. دايما جمهور النادي الاهلي يا استاذ محمد كلمه السر في لقاءات النادي الاهلي، خاصه كمان في المملكه العربيه السعوديه النادي الاهلي بيمتلك او بيملك قاعده جماهيريه كبيره وعريضه من جماهير النادي الاهلي، شفناها العام الماضي في كاس العالم للانديه لكره اليد. ايضا السنه دي في حدثين مهمين للنادي الاهلي،
السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه الجزائري، وايضا كاس العالم للانديه لكره القدم، وكمان كره اليد. ففي يعني بطولات ومحافل كبيره، ودور جمهور النادي الاهلي هو خير ممثل للنادي الاهلي للمصريين عموما، ودور جمهور النادي الاهلي مهم جدا في هذه اللقاءات. طبعا يا كابتن اسامه زي ما قلت لحضرتك، احنا بداناها من السوبر جنوب السنه اللي فاتت، ده كان اول مره يجي الاهلي في حاجه رسميه في المملكه العربيه السعوديه. كنا بنحضر برضه في الدمام، يعني كنا بنروح من الرياض للدمام يوميا نحضر الماتشات، الاربع ماتشات الاهلي اللي لعبهم هناك كنا بنحضرهم يوميا. وده استقبالا هنبدا بالبروفا بقى لماتش السوبر ان شاء الله في استعداد لكاس العالم، لان احنا هنقابل اتحاد جده وما ادراك ما اتحاد جده وجماهيره. فان شاء الله جماهير يعني على شغف رهيب ان احنا نشوف النادي الاهلي كتير هنا في السعوديه في خلال المرحله اللي جايه. فهنبدا بالسوبر كبروفا، ومرورا بكاس العالم السوبر جنوب بطوله كاس العالم اللي هي بتتمم برضه السنه دي في السعوديه، ونصل بقى ان شاء الله لكاس العالم اللي هو بقى المهرجان او الحاجه اللي الكل منتظرها وكل جماهير الاهلي منتظرها بشغف. ان شاء الله يا استاذ محمد بنشكرك شكرا جزيلا، ويعني نشوف بقى جماهير النادي الاهلي في ملعب المباراه في ملعب مدينة الملك فهد في الطائف، ويعني يمتعونك كالعاده.